قبل أن تتم معجزة الثورة ظلت مصر ترزح تحت نير الاحتلال أكثر من 70 عاما، وكان الاستعمار يضع في الحكم صنائعه المأجورين، ونجح الاستعمار في أن يقسم المصريين أحزابا تتطاحن على الحكم وتحارب بعضها بعضا ناسية العدو المشترك، وكاد اليأس يتسرب حتى إلى قلوب أشد الناس وطنية وإخلاصا. لولا إيمان أبناء مصر بحق وطنهم في الحرية وفي الحياة في ذلك الوقت، وبالرغم من اشتداد الظلام كان الفجر على الأبواب، انطلقت شرارة الحرية، فقد كانت النفوس والقلوب والدماء ثائرة تغلي. إننا لن نسكت على الذين يبيعون الوطن لأعدائه، لن نسكت على الخونة، لن نسكت على الظلم، لن نسكت على الافتراض. يسقط الحارة، يسقط الخونة، يسقط الخونة. إننا نريد حريتنا، نريد كرامتنا، ولن ندع أحدا يبيع هذا الوطن وهذه الكرامة، ولن ندع أحدا يغتصب هذا الحق، حق الشعب. والموت لأعداء الشعب، لكل أعداء الشعب. الموت لأعداء الشعب. الموت لأعداء الشعب. الموت لأعداء الشعب. الموت لأعداء الشعب. ويسقط العرش عميل الدمار. يسقط 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 العرش عميل الدمار. إلى عبدين، إلى عبدين، إلى عبدين، إلى عبدين. واخرتها يا باشا، الدوشه دي هتستمر لحد امتى يا مولانا؟ مفيش داعي للانزعاج، زي كل مره هينتهي الامر بانهم يكسروا شويه فوانيس ويحرقوا شويه ترميات. ايوه، بس الشيء اللي ما قبلوش ابدا الهتافات ضد العرب. واكد لمولانا ان الهتافات دي مش هتتكرر تاني ابدا. الو
دولة الباشا؟ صباح الخير يا فندم. أنا دباغ يا فندم. لحظة واحدة يا فندم. أمام إيه؟ دولة الباشا على التليفون. أيوة دولة الباشا. أيوة يا فندم. إحنا عارفين يا فندم إن المظاهرة ضخمة ومتخذين كل الاحتياطات علشانها. ألو؟ أنا دباغ. أيوة. المظاهرة نزلت البلد؟ في أي اتجاه؟ أمرك يا فندم. كوبري عباس؟ طيب طيب. أمرك يا دولة الباشا. دولة الباشا مش عايزة المظاهرة دي تنزل البلد بأي شكل كان. أنا هدي أمر يا فندم يفتحوا الكوبري ويمنعوا الطلبة من المرور. مش كفاية. دولة الباشا شاف إن المسألة زادت عن حدها. وعايزك أنت تقود العمليات بنفسك. وتدي لهم درس عمرهم ما ينسوه. بعد نص ساعة يا فندم هيوصلوا الكوبري. وهناك هيلاقوني مستنيهم. وزع العساكر واعمل تمام. تمام يا فندم. طيب. قافل الكوبري. على المتظاهرين نشن. مستني ايه؟ نفذ الامر. ما اقدرش يا فندم. سلم نفسك وقتك. على المتظاهرين نشن. مش عارف يعوم. الراجل ده محدش هيقدر يوقفه عند حد. كل ما بيشعروا ان الحركه الوطنيه ابتدت تقوى من جديد يلاقوا الف طريقه علشان يخمدوها. احنا مفيش قدامنا غير اننا نرجع لنشاطنا القديم. وفادنا ايه نشاطنا القديم؟ ياما قتلنا عساكر انجليز. كل واحد قتلناه حل محله 10
يا ترى مين احق بالقتل؟ العسكري الانجليزي اللي بيخدم بلده ولا العميل المصري اللي بيخون بلده؟ ده يا محمود، طول ما عبد الرحيم باشا والمأجورين اللي زيه حاسين انهم يقدروا يخونوا البلد من غير اي جزاء، مصر مصر عمرها ما هتتحرر. قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي. يا ريت كان قدامي حل تاني. وأقبل يدي والدتي الحبيبة وأرجو أن تتوجه إلى الله بدعواتها الصالحة. إنني مقدم على عمل بوحي من ضميري من أجل مصر ومن أجل كل أم مصرية تريد أن تكون أما لأحرار لا أما لعبيد. حفظك الله لابنك إبراهيم. إذا حصل لي أي حاجة تبقى تدي جواب ده لوالدي. عاملين حسابنا ان عددهم يبقى كبير بالنسبه لحفله شاي زي دي. ايه رايك يا ابراهيم؟ اللي قررناه لازم يتم. ادي البطاقه. اسمك عادل حسين، مصور بجريده الوطن. اهو وصل. لو شفت انه مش قادر اهرب ما تستنونيش. ربنا معاك. ربنا معاك. انطق. يعني مش عاوز تتكلم. انطق احسن. اتكلم. بس اهو. ايه اللي بتعملوه ده؟ الكلام الفارغ ده. انا مش عايز حد منكم يدي ايده على الاستاذ ابراهيم مره ثانيه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا هاتوا كوبايه ميه. حضرتك هاتوا كرسي. كلام فارغ ده. يلا مصراف كل واحد يشوف شغله. كلام فارغ. انا اسف يا استاذ ابراهيم على اللي حصل ده. اسف جدا. واعدك بشرفي ان اللي حصل ده مش هيتكرر مره ثانيه. بس على شرط. ما بلاش الدماغ الناشفه. احنا في غنى عن كل انواع العنف. انت فاكرنا عايزين منك ايه؟ حاجه بسيطه جدا. اسماء شركائك بس.
انت تعرف انا مين؟ اعرفك كويس. يبقى اذا تعرف كمان ان مش هعدم الوسيله الا خليك بقى تتكلم. بس انا يعني اصلي من انصار الذوق. ها مش نتكلم بالذوق احسن؟ ماليش شركه. انا مش فاهم انت بتحاول تتستر على مين؟ يا بني ادم دول ناس ودوك في داهيه ونفدوا هما بلدهم. اسمع كلام يا ابراهيم، اسمع كلام، انا طوعني. هي كلمه، كلمه واحده هتخلص رقبتك من حبل المشنقه. برضه مفيش فايده، الدماغ ناشفه. شوف بقى يا ابراهيم افندي، اما اقول لك يا حبيبي، انت هتتكلم هتتكلم، هنا الدماغ الناشفه تنكسر. ده تالت يوم يفوت من غير ما نسمع خبر عن ابراهيم. يعني هنفضل كده قاعدين متكتفين من غير ما نعمل اي حاجه؟ ما تقلقش، نشط صليب مسيره يجي باللحظه والتانيه، واكيد هيجيب لنا اخبار معانه بدي. هو خير؟ ابراهيم في مصر الايام جرى له حاجه؟ نقلوه هناك من اربع ايام. انا ضربت صحوبيه مع التمرجي وقدر يطمني عليه. ما قدرتش تقابله؟ بكره هقابله. النهارده بعت لي الجواب ده مع التمرجي. اصدقائي الاعزاء، اطمنوا انا بخير. نقلت الى القصر العيني لاعالج من اثار الضرب المبرح، وقد تماثلت للشفاء والحمد لله، وانا القى هنا معامله حسنه. وانعقدت صداقه طيبه بيني وبين الضابط المكلف بحراستي. إنه شاب مهذب ولا يقل وطني عني وإن اختلف في واجبه، ونحن نحاول دائما أن نقتل الوقت معا، فأنا سجين بصفة رسمية وهو بحكم مهنته سجين معي. الإبرة يا أستاذ. عن إذنك. مش تعمل راجع حالة. اسمع، انا جايب لك معلم مسدس ورشين ينفعوك لو قدرت تهرب. شايف الجو ازاي اليومين دول؟ مش ممكن. انا بعد ما درست هويتهم هنا شايف ان في رمضان هيبقى في فرصه كبيره. وهتهرب ازاي؟ معرفش، انا وظروفي. هتروح فين؟ انا مش عارف. هختار بيت بعيد عن الشبهه، ومن هناك هتصل بيكم. طيب بس خد بالك يا ابراهيم، بيوتنا كلها مترقبة. بالشفا. كل سنة وانت طيب يا عزت. وانت طيب. ان شاء الله بكرة تبقى قدرت تصوم ونفطر سوا. على اذنك هروح دورة المية. طيب اتفضل. Thank you.
هقوله مين يا فندم؟ انا اسف، هستنى جوه لو سمحتي. قولي له ابراهيم، ابراهيم حمدي. دقيقة واحدة اما اشوف. مين يا نوال اللي ضرب الجرس؟ ابراهيم. ابراهيم؟ ابراهيم مين؟ ابراهيم. اصلا جرالك ايه ما تتكلمي؟ ابراهيم مين؟ ابراهيم حمدي. مش معقول ده في السجن. يمكن يا بنتي ابراهيم حمدي تاني. ايش عرفك؟ لا هو انا عارفاه من صورته. وده عايز مننا ايه الجدع ده؟ جاي لنا هنا ليه؟ بيسأل على محي. وده عايز مني ايه؟ ده عمره ما عايز مني حاجة. أظن الأحسن يا ابني تقوم تشوف عاوز ايه. أجي معاك يا محي؟ لا، خليك أنت هنا. أنا آسف يا محي، أنا عارف إني أزعجتكم. كل اللي عايز أقول لك كلمتين وبعدين تقرر اللي تشوفه. اتفضل. أنا هربت، هربت من حوالي تلات أرباع ساعة. يعني البوليس مش هيبتدي يدور عليا إلا بعد ساعة على الأقل، مش ممكن قبل كده. أنا عامل حسابي كويس وجاي عشان أستخبى عندك. محي أنا اخترتك أنت بالذات عشان عارف إن مالكش دعوة بالسياسة. أنا مش محتاج أقعد عندك كتير. غايته أربع خمس أيام. أو يمكن أقل، لحد ما أقدر أتصل بأصحابي وأنفذ بقية خطتي. محي، لازم أعرف دلوقتي حالا. تقبل تخبيني عندك ولا لأ؟ إيه رأيك؟ والله أنا ما أقدرش أقول لك. لو كان علي أنا ما كنتش أتردد أبدا، لكن أنا مش لوحدي في البيت ولازم أسأل والدي قبل ما أقول لك على رأيي. أسأله، ولو ما رضيش تأكد إن هسيب البيت حالا. هو إبراهيم حمدي. وعاوز إيه؟ هرب من السجن وجاي يستخبى عندنا. هرب؟ هرب إزاي؟ طيب وليه اخترنا احنا بالذات؟ علشان انا بعيد عن السياسة والبوليس مش ممكن يخطر على باله يدور عليه عندنا. طيب يا ابني مش يمكن البوليس مراقبه وزمانه محاصر البيت؟ يا مصبتي بوليس؟ مفيش حد. هو عايز يعرف رأينا بسرعة. اذا ما رضيناش نخبيه عندنا هيسيب البيت حالا. ايه رايك يا بابا؟ انما هرب ازاي؟ انت الاخرى يا نوال. اه هرب وخلاص، هنفتح له محضر. اظن الاحسن اقابله بنفسي. تعال معايا يا محي. والدي انا اسف يا فندم، ظروفي هي اللي اضطرتني. قول لي يا ابني، حد عارف انك هربت؟ في ثلاثة مني أصدقائي عارفين إني هارب لكن ما عرفوش إمتى ولا فين. يعني ما حدش شافك وأنت جاي هنا؟ لا. طيب يا ابني لما هتنزل هتروح فين؟ مش عارف. أظن هضطر أروح عند واحد من التلاتة دول لحد ما ألاقي حتة تانية. إزاي؟ لازم البوليس دلوقتي مراقب أصحابك دول؟ فعلا. ما باليد حيلة. وإحنا كمان يا ابني مفيش في ايدنا حيلة. احنا ملناش شأن بالسياسة، وانا في سنك عمري ما مشيت في مظاهرات. اجي دلوقتي بعد الزمن ده وبعد ما كبرت وبقيت مسؤول عن عيلة واولاد افتح بيتي ليه؟ انا اسف.
اعمل ايه؟ سبته ينزل اقبله ازاي بس؟ كبت يا ابني، يا ترى امه عامله ايه دلوقتي؟ الحقيقه ده يصعب على الكافر. العيال دول محدش قادر ينمهم، ثم انا مش فاهم باي حق يفرضوا نفسهم على الناس بالشكل ده، ولا ايه يا ابو محي؟ انا عارفه يا اخويا، انما الشهاده لله، هو لا مجرم ولا حرام. مظبوط يا ماما، غيرش بس ضحكوا عليه بالسخامه اللي اسمها السياسه دي، انما يعني احنا برضو ملناش دعوه. ما ضحكوش عليه يا ماما، ازاي يبقى اسمنا مصريين وملناش دعوه؟ كويس قوي، هتخش لنا في السياسه كمان. والله عارف هو خرج من الباب ولا لسه؟ لا لسه يا بابا. انا مش قادر اتصور ازاي بس اقبله بيتي. ده اجري اندهله يا محي. حاضر يا بابا. ابراهيم، بابا وافق انك تقعد عندنا. استغفر الله يا ابني، انت زي محي تمام، كل ما في الامر ان دورك في الحياه يختلف عن دوره. اتفضل يا ابني. بنتي نواك، اتفضل. ودي بنتي ساميه. اتفضل يا ابني، اتفضل. اتفضل، اهلا وسهلا. اهلا حبيبي. ازيك يا بنوالا؟ الحمد لله. يا ترى والدتك عامله ايه دلوقتي يا ابني؟ زمان قلبها متشحطط عليك، الله يكون في عونها. ما هو يا ابني ما حدش بيشيل هم غير الام. ويا ترى هي عارفه انت فين دلوقتي؟ لا. طب يا ابني اوصف لي البيت وانا اروح لها اطمنها. كتر خيرك، البيت متراقب ليل ونهار. الاستاذ ابراهيم هيقعد عندنا كام يوم طبعا من غير ما حد يعرف. طب افرض يا اخويا، طب افرض حد جالنا، احسن حاجه نقفل الباب علينا بالمفتاح ونعمل نفسنا مسافرين. بقى ده اسمه كلام؟ طب وناكل ونشرب ازاي؟ وبابا يروح الديوان ازاي؟ افتكر احسن طريقه ان كل شيء يمشي طبيعي عشان ما نلفتش الانظار. واذا حد طب علينا نبقى نتصرف، نخبي الاستاذ ابراهيم في اي حته. وهو ده رأيي كمان، نسيب المسألة لظروفها. روحي يا نوال اعملي فنجان قهوة للأستاذ إبراهيم. حاضر يا ماما. تشرب قهوتك ازاي يا أستاذ إبراهيم؟ مظبوط من فضلك. حاضر. الله، من حق. إيه مالك؟ ده احنا نسينا البت ثنية. عندك حق، دي وجودها خطر وما يصحش تعرف أي حاجة. فعلاً، دي بت صغيرة ولسانها فالت. مفيش قدامنا غير طريقة واحدة، أدب معاها خناق الرب السما وبعدين أنده للبواب يجي يروحها لأمها. والنبي أنت قلبك قاسي يا نوال، يا شيخة حرام عليكي. يظهر مفيش قدامنا غير الطريقة دي. يلا يا بنتي روحي لها المطبخ. حبيب قلبي وي وي اداني ماليش غيره حبيب تاني. طللم طللم طم 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 طم. بنت ثنايا. نعم يا ستي. انتي فرشه ولا ايه؟ مش سامعاني؟ لا يا ستي سامعاكي، في حاجه؟ وكمان بتردي عليا بقله ادب بعد العامه المهبله اللي زوشت؟ لا يا ستي كفايه الشر، انا عملت حاجه؟ انتي كنتي بتغني، تقدري تنكري؟ لا يا ستي. طب ودي فيها حاجه؟ طبعا فيها حاجه، ما فيهاش حاجه ازاي؟ انتي ناسيه ان احنا في رمضان؟ طب ما انا بغني من اول رمضان، ما قلتيش حاجه ليه يا ستي؟ انتي ناسيه ان صوتك وحش؟ ازاي تغني وانتي صوتك وحش؟ ما تعرفيش اللي غني وهو صوته وحش في رمضان حرام؟ والنبي ما اعرف يا ستي، خلاص انكتري. تفتكري يعني علشان اتكلمتي حرام اسامحك؟ ولسه كمان ما تفضليش السحور؟ اديني بغسله معايا يا ستي. طب مين ده اللي هيسيبك ولديها بعد كده علشان تغسليه؟ وناسي كمان ان اول امبارح كسرتي ابريق الشاي؟ ازاي تخلي وانتي لسه كسر ابريق الشاي اول امبارح؟ يلا هتروحي يلا. لا والنبي يا ست حرام عليك، ده انا ما عملتش حاجه. عملتي ما عملتيش، هتروحي.
شوفوا وهي بتعيط يتهيألي إن متلاقي حد. يعني سنية ما نبهاش من وجودي هنا إلا قطع عيشها. ما تحملش همها يا ابني، كلها كام يوم ونرجعها تاني. أحب أسألك سؤال. اتفضل. أنت قتلت عبد الرحيم باشا ليه؟ أنا لا أقر مسألة القتل ولا الاغتيال، لأني بعتبرها وطنية متطرفة ما تتفقش مع مبادئي. إنما أحب أعرف وجهة نظرك. عبد الرحيم باشا شكري كان عميل خاين لبلده، بيخدم الإنجليز على حساب وطنه. طيب يا ابني، مش كنت تسيب الحكومة تعرف شغلها وياه؟ هو كان الحكومة، الناس كلها حكمت ان الراجل ده خاين، وانا نفذت الحكم. كان علي انا بس، كنت بس اللي عايز يخدم وطنه ما يبصش للاعتبارات الشخصية. كان علي انسى نفسي، نسيتها. سيداتي وسادتي، نذيع عليكم اخبارا هامة. جاءنا البيان التالي من وزارة الداخلية. استطاع إبراهيم حمدي المتهم الأول في قضية المرحوم عبد الرحيم باشا شكري الهرب هذا المساء من مستشفى القصر العيني، ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قدرها 5000 جنيه لكل من يقبض عليه أو يدلي بمعلومات تساعد في القبض على المتهم المذكور. كما أصدر الحاكم العسكري أمرا بمعاقبة كل من يساعد المتهم في هربه أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات. وإليكم نص الأمر العسكري. حتى ما فيش وراه غير النتاعك. انا شايف ان احسن نسيب البيت ده. تفتكر يا استاذ ابراهيم ان بابا بعد ما فتح لك بيته هيخاف من بيان زي ده؟ لا، بس انا اعرف اكتر منكم الامر العسكري ده معناه ايه. الامر العسكري ده ملوش غير معنى واحد، ان محدش فيهم عارف انت فين. انا جبت لك كلابيه من بتوع بابا، اصلي بجامات محي اظن ما يجوش على قدك. تسمح لي خير. اللي احنا عملناه مع الضابط اللي كان مكلف بحراسته ومع التبرجي ما وصلناش لاي نتيجه مطلقا، وده مش معناه ان احنا هنقف عاجزين قدام ولد مجرم زي ده. البراغي اللي احنا ازعناه ابتدى يجيب نتيجه، فجات لنا 3 اشارات. الاشاره الاولى بتقول ان في واحد اتهيأ له انه شافه نازل من تاكسي في شارع القصر العيني. الاشاره الثانيه جت بعد كده بشويه في جاردن سيتي. الثالثه في مصر الجديدة، ودي هنركنها شوية. الأرجح إن الإشارتين الأول هما اللي إحنا هنعتمد عليهم. ورأيي أنا إن إحنا نحكم المراقبة في المنطقة دي
سهيل، عبد اللطيف، اتخذوا اللازم. زودوا المخبرين. اطلبوا قوات اضافيه زي ما انتم عايزين. المهم اننا نحكم المراقبه ليل نهار على كل مخارج هذه المنطقه. مين؟ انت صحيت يا استاذ مين؟ ايوه اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. فين محي؟ محي راح الجامعه من الصبح. راح الجامعه ازاي؟ كان لازم اشوفه قبل ما ينزل. في حاجه مهمه كان لازم اقولها له. احنا عملنا مؤتمر الصبح وبابا قرر ان احنا نسيبك تنام لحد ما تستريح. وانا اقدر انام في ليله زي دي؟ في الحقيقه انت كنت نايم، ولو انك ما كنتش بتسخر. فعلا انا كنت تعبان، بس كان لازم اكلمه قبل ما يخرج. بالشكل ده ضاع مننا يوم بحاله. الايام جايه كتير. تحب تغسل وشك؟ اتفضل. أختي سامية مشهورة بالكسل، تقوم من النوم تلف من أوضة لأوضة وما تغيرش هدومها إلا يدوبك لما بابا يجي. سامية صباح الخير يا ابني، إزيك؟ نمت كويس؟ الحمد لله. اتفضل. شهيلي شوية يا سامية، مفيش حاجة اتعملت في المطبخ. يو يا ماما، هو أنا يعني هعمل إيه ولا إيه؟ هو النهار لسه طلع عشان تعرفي قيمة البيت سنية، كانت شايلة البيت كله على دماغها وما كانش حلفكم غير الإمارة. يلا شهيلي. نوال افندم، تعالي معايا على المطبخ عشان تحضري الفطور. حاضر يا ماما. الله، انت فاضي النهارده يا زهر افندي ولا ايه؟ استغفر الله العلي العظيم، والله ما انا عارف ايه اللي جرالي النهارده. سعيدة يا محي. سعيدة نوال. اهلا محي. ازيك دلوقتي يا ابراهيم؟ طمني ازاي الحال؟ الجامعه النهارده بلاش حديث غير حكايه البكاء. بيقولوا ايه؟ كانوا بينكتوا. زمان ابوك يا فلان بيجري في الشوارع يدور على ابراهيم حمدي عشان يسلمه للبوليس وياخد ال5000 جنيه. تصور واحد صاحبي جه يسالني، يا ترى لو ابراهيم حمدي يسلم نفسه يستحق من الناحيه القانونيه ال5000 جنيه؟ والله إيه؟ لو ضمنت لي ال5000 جنيه انا مستعد اسلم نفسي. محي، شفت فهمي عبد العزيز؟ لا، يمكن كان قاعد في البوفيه زي عوايده، وانا اصلا ما بروحش البوفيه انت عارف. كنت عاوز منه حاجه؟ كنت عايزك تتصل بيه. بس انا ما اعرفوش ابراهيم وعمري ما كلمته، ويمكن لو شافوني بكلمه يشكوا فيا. طب انا مستعد ادي لك ورقه له. هسلمها له ازاي؟ اعمل نفسك بتدي له كراسه المحاضرات وحط له الورقه فيها. وبعدين؟ هو هيعمل كل حاجه، هيتصرف ما تخافش. انا اسف اللي بتعبك يا محي، بس لازم اسيب البيت ده باسرع ما يمكن. انا النهارده يا ابني شفت والدك خارج من وزارة الأشغال، كنت هنسى نفسي وأسلم عليه، إنما باين عليه إنه مهموم أوي. أظن هو خد على الحاجات دي خلاص. يا ابني، الأب مهما كان أب، ما يرضاش لابنه الشقى ولا ضياع مستقبله. كفاية البلاغ اللي بتذيعه الحكومة كل ساعة تجعل ظروفك أصعب وأصعب. الناس البطالة كتير
مبلغ 5000 جنيه مش شويه. لازم تعمل حسابك يا ابن ابراهيم. ربنا يستر. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. يلا يا اولاد. قولوا لي ايه رايكم في المسقعه علشان انا اللي عاملاها. ايه؟ بذمتك انت اللي عاملاها؟ هو اللي اشهر بتنجاني بس معامل مسقعه؟ يا ترى مين ده؟ سترك يا رب. بلاش نفتح الباب. وده معقول؟ البواب عارف ان احنا هنا ونور الشقه مولع. يمكن هو عم علي البواب ولا ام البيت الثانيه جايه تترجانا علشان نرجعها. يعني ايه؟ هنسيب الجرس يرن واحنا قاعدين هنا نقول يمكن ويمكن؟ احسن شيء حد يروح يفتح الشراعه ويشوف مين اللي جه. اذا كان حد غريب يعمل ان الباب مقفول بالمفتاح ونبتدي نتصرف. قوم افتح انت يا نوال. استني يا نوال انا جايه معاكي. خليك انت هنا يا ماما. طيب. مين؟ انا عبد الحميد. ايه حكايتكم بالظبط؟ حماتي بتحبني ولا بتكرهني؟ دقيقة واحدة، أصل الباب مقفول والمفتاح مش في الباب. مفتاح؟ عبد الحميد ابن عمي. عبد الحميد يا رب استر يا رب. يا رب استرها معانا يا رب. مين؟ عبد الحميد ابن أخوك. أعوذ بالله. أقدر أستخبى فين؟ مش عارف، ده لما بيجي ما بيخليش ولا أوضة إلا لما يخشها. مفيش غير البلكونة، الأستاذ إبراهيم يستخبى جوه البلكونة ونسكها عليها بعد عبد الحميد ما يمشي. طب والجيران؟ يعني مفيش ولا حته في البيت اقدر استخبى فيها؟ اسمع يا ابني، خش اوضه المسافرين واستخبى ورا الستار. الاوضه بتاعتنا هي الاوضه الوحيده اللي ما بيدخلهاش عبد الحميد. احسن فكره، خدي خبيه. يلا قومي يا ساميه بتاعتي. لا ما افتحش، انا ما رضيتش اشوف وش عبد الحميد. خلاص اروح انا. انتوا خايفين قوي من عبد الحميد ده كده ليه؟ ده ولد صايع وما كملش تعليمه. طب اشتغل ايه؟ بيشتغل في شركة بقاله سنة رايح جاي عايز يتجوز ثانية أختي، لكن ده بعده. استخبى استخبى. جرى يا روح، أنتوا بتقفلوا بالمفتاح وأنتوا جوه. أصل من يوم ما الثانية خرجت وماما بتقفل بالمفتاح بعد الفطار على طول. ما أنتوا لسه ما بترضوش أهو. مساء الخير يا عم قبل أهلي. إزيك يا ابني يا عبد الحميد؟ الله يخليك، أبوس إيدك يا مراد عمي. أنتوا عارفين حد على الفطار ولا إيه؟ لا لا يا ابني تعالى أهو جنبي تعالى. متشكر يا عم. أنا حاطط لك الطبق ده حالا دلوقتي عشان تاكل معاه. كتير خير يا بنت عمي، تسلم إيديكي. سن. انكم مهمومين وما حبسوا مسبر خالص. اصل الحبيب ما بيرفعش عينيه عن كتبه ليل ونهار في المذاكره. ان شاء الله هياخد الليسانس ويبقى في ايده شهاده. والله يا بنت عمي الشهادات دي كويسه وكل حاجه وعلى راسي، بس ما تنسيش ان احنا في عصر الفتاكه الفهلوه، الواحد لازم ياكلها وهي طايره. يعني انا مثلا اعمل ايه؟ عندي 3 شغلانات اضافيه فوق شغلانه الصبح. اكل لقمه بتاعتي وانزل في السوق، الف لفه من هنا 2 في 3 في 5، اجي اخر الشهر عندي 50 شهاده. 50 شهادة من البنك الأهلي. فالح قوي. الشهادة لله يا بنت عمي. الله، دي مالها؟ يمكن جعانة دلوقتي حلقة. لكن دي باين عليها محبوسة. ما هو إحنا اللي حبسينها. المسقعة دي كانت ممتازة يا سامية، لازم انت اللي عاملاها. تسلم ايديك يا سامية.
السفره دايما. ما تقوموا ناخد القهوه في اوضه المسافرين. اسمح لي يا عمي بس اغسل ايديا. اه يا ابني انا اجي وياك. يا خبر؟ تفتكر ان عبد الحميد يبلغ عني؟ والله ما انا عارف. يعني اخلاقه تسمح له بكده؟ اخلاقه زفت. تنتظر ليه من شاب بايظ ساقط في التوغية 3 سنين، ومحدش عارف عايش ازاي ولا بيجيب الفلوس منين. سمعت انه هيتجوز سامي. نوال هي اللي قالت لي. كان طلبها السنة اللي فاتت، وطبعا محدش رضي بيه. عبد الحميد ابن عمي صحيح، لكن محدش مننا واثق فيه ولا يعمل له ابدا. لدرجة انه يبيعكم ب5000 جنيه. يبيعنا ب5 ساخ. ما اظنش. ليه؟ لسبب بسيط، انه بيحب سامي. اللي هيحاول يعمله انه يبيعنا انا لوحدي. هيحاول يسلمني للبوليس من غير ما يسلم حد منكم. ازاي؟ عبد الحميد دلوقتي مستني المنزل من البيت. أول ما أنزل هيمشي ورايا ويشوفني رايح فين وبعدين يبلغ عني من غير ما يجيب سيرتكم خالص. لو ما كنتش مصدقني بص من ورا الشيش هتلاقيه مستخبي على راس الشارع. بس أنا ما نزلتش من البيت دلوقتي، هيعمل إيه؟ هيستنى بكرة بعده. يعني طول ما أنت معانا عبد الحميد مش هيبلغ عنك؟ أكيد لا. أهم شيء إنه يطمن عليا إني قاعد في البيت لمدة طويلة، وبعد كده أنتهز أول فرصة وأخرج من غير ما يشوفني ولا يمشي ورايا. سمعت اللي بتعيطي ليه دلوقتي؟ حرام حرام يا إخواتي، هو ذنبه إيه؟ قولي ذنبنا احنا ايه؟ مش هو اللي قتل؟ قتل وليكي قلب جامد تقولي قتل؟ هو قتل يعني علشان نزرق ولا علشان وطنه؟ لا يا نوال، من ساعة ما ابراهيم جه البيت وانت مش على بعدك، اسمحي تفهميني بقى حكايتك ايه بالظبط؟ مش عارفة، مش عارفة يا سامي، سيبيني في حالي. نوال بلاش تفكري في ابراهيم ده ملوش مستقبل خالص. بتلاتة ريال وكمان وحوي ايوه.
ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قدرها 5000 جنيه لكل من يقبض عليه أو يدلي بمعلومات تساعد في القبض على المتهم المذكور. كما أصدر الحاكم العسكري أمرا بمعاقبة كل من يساعد المتهم في هربه أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات بالسجن. يا أخي أنت بقالك ساعة تتكلم، أنا مش فاهم أنت عاوز توصل لإيه؟ حلمك علي يا عم. أنا قصدي إني بعد ما شفت بعينيا دول دليل وطنيتك يكون ليه الشرف لو سيادتك تقبل وتجوز لي سامية. طيب افرض ما قبلتش، ما انت قبل كده طلبتها واحنا. ايوه يا عمي انا فاهم، بس دلوقتي الوضع اتغير. انا مش ببص لسامية على انها بنت عمي وبس، انا ببص لها على انها بنت اكبر راجل وطني في البلد، ولو حضرتك رفضت هتبقى صدمة، صدمة شديدة جدا يا عمي. انا ما كنتش اتصور ابدا انك تيجي تطلبها مني في ظروف زي دي. انت بتلومني يا عمي على اني بحب بنت عمي؟ انا صحيح مش صاحب الافات، لكن الواحد قدامه فرص كتير، وبين يوم وليلة الواحد ممكن يقع على فرصة يكسب منها 1000، 2000، 5000. ما فيش داعي للكلام ده، انت برضو ابن اخويا وسامية بنت عمك، هبقى ارد عليك. امتى؟ الليلة بعد الفطار؟ اذا حبيت. في حاجة مضايقاك؟ لا يا دكتور. مش عايز حاجة؟ عاوز اضحك، عاوز اضحك. بكرة تضحك كتير كتير قوي يا ابراهيم بإذن الله. اصلي افتكرت دلوقتي بس ان بقالي سنة وشوية ما ضحكتش، بتهيألي اني جعان ضحك. تحب اقول لك نكتة؟ يا ريت. كان في مرة واحد، كان في مرة انا اكملها لك. كان في مرة واحد ما بيضحكش دخل عند ناس بيضحكوا، هما بطلوا يضحكوا. ايه الكلام ده اللي بتقوله ابراهيم؟ مش هي دي الحقيقة؟ ذنبكم ايه؟ ذنبكم ايه تقضوا النهار خايفين لا يجيلكوا حد من الضيوف وتقضوا الليل في السهر والهم؟ وكل ده بسببي انا، بسبب الضيف التقيل اللي فرض نفسه عليكم. تصوري دي اول مره بقى فيها ضيف تقيل، انا عمري ما زرت حد من قرايبي. انت مش ضيف يا ابراهيم، انت انسان قام بواجبه، واحنا كمان قمنا بواجبنا. صحيح تلاقي بابا شايل الهم، لكن فقررت نفسه سعيد، سعيد انه ظروف سمحت له انه يقدم لك الخدمه دي. ما تخدعيش نفسك يا نوال، كل اللي زينا وكل اللي حوالينا ما يعرفوش معنى الكلمه دي. انا عارف ان قبل ما اخش البيت ده كانت حياتكم كلها ضحك وابتسامات، وعشان كده كل منايا دلوقتي ان اخرج النهارده قبل بكره وترجع الابتسامه تنور البيت زي زمان، ولو اني مش هكون معاكم عشان اشوفها. تفتكر لما هتسيب البيت ده هنبقى سعداء؟ عامل كده زي التايه، انت بتدور على حد؟ لا ابدا، بس مستغرب شويه. مستغرب على ايه؟ اصل فهمي عبد العزيز مش شايف له اثر يعني النهارده. انت ما درتش؟ طلع اعتقلوه. ها؟ ده اللي كنت خايف منه. امتى حصل الكلام ده؟ امبارح الفجر. متهمينه بانه ساعدك على الهرب، دول بيعتقلوا اي حد يشكوا فيه. دلوقتي هنعمل ايه؟ نبتدي نفكر من جديد. اظن لازم نفكر بسرعه، البلد كلها قايمه على رجلي والبوليس مش مخلي حته ما بيفتشهاش. فين مامتك؟ في المطبخ يا بابا.
تحية. يا تحية. أيوة يا زاهر. إيه مالك؟ في حاجة؟ اللي كنت خايف منه حصل. إيه بس حصل إيه؟ ما تتكلم. عبد الحميد ظن النهاردة في المكتب. إيه؟ هو عاوز إيه حضرته؟ عاوز يتجوز سامية. إيه؟ يتجوز سامية؟ وأنت قلت له إيه؟ هو أنا قدرت أتنفس. مش ممكن، يستحيل. في أول فرحتي يا زاهر، ده احنا ما رضيناش بالدكتور اللي تقدم لها، نقوم نرميها للواد اللي اسمه عبد الحميد ده. يا تحية عقلي وافهميني، عبد الحميد بيهددنا، إن ما اتجوزش سامية هيبلغ عنا. يعمل اللي يعمله، أنا يستحيل أرمي بنتي الرمية دي أبدا، أنت فاهم؟ يا تحية عقلي بقول لك. الله، انت ما انت عارفه عبد الحميد وعارفه اخلاقه، احنا لازم ناخده بالسياسه. ده احنا تقطع السياسه من يوم ما شفناها وعرفنا. يا ناس افهموني. الله، هو انا لسه كملت كلامي؟ احنا ناخده على عقله، نفهمه ان احنا قابلين ياخد ساميه، ولما ابراهيم يمشي ونخلص من تهديده نرفضه. مش ممكن، يستحيل. انا ما بطيقش اشوف سراعي، هدي ما هديش، انا ماليش دعوه خالص. يا بنتي، اذا كنت انت ما بتطيقش ساعه، انا ما بطيقوش دقيقه واحده. لكن اعمل ايه؟ المساله مش في ايدي. اوعدك انه مش هيتجوزك على طول. خلاص اعملوا اي حاجه انت عايزها. وتفتكر يا بابا عبد الحميد تخيل عليه اللعبه دي؟ والله ما انا عارف يا ابني. انا بعمل اللي بيقدرني عليه ربنا. اسمع يا محي. ايوه بابا. مفيش داعي تجيب لابراهيم سيره الجوازه دي. فهمه ان عبد الحميد جاي الليله وعاوز يقابله ضروري. وخليه بقى يعمل ترتيبه. حاضر. قول لي يا روحي، هو ما اتصلش لسه بحد من اصحابه؟ لسه. لا حول ولا قوه الا بالله. جاي مخصوص عشان يقابلني؟ ايوه، عاوز يتعرف بيك، ووالدي من رايه انك لازم تقابله، وانا متهيألي كده احسن، بدل ما نخاف منه نخليه يخاف معانا. نخاف نخاف نخاف، الكلمه دي بقت حاكمه البيت. وازاي نتخلص منها؟ انا اقول لك، في واحد نقدر نتصل بيه دلوقتي. مين؟ فتح المليجي. انا مستعد اروح اقابله. لازمنا حد تاني يقوم بالمهمه دي. زي مين يعني؟ نوال. نوال اختي؟ اختي مش ممكن تشترك في مواضيع زي دي يا ابراهيم، كفايه. انا خايف البوليس يكون مراقب فتح المليجي، ولو رحت انت هيراقبك، انما نوال تقدر تروح على انها صاحبه اخته. احنا ما عندناش بنات يروحوا قبل شبان اغراب لوحده. هتروح له في وسط عيلته، مش هتقول على اسمها ولا اسمك، ولا هتقول انا فين. ولو وحتى لو وافقت انا، بابا مش ممكن يوافق. والدك مش ضروري يعرف. انا بقالي هنا يوم وده التاني، انا ما حاسس انكم مش قادرين تستحملوني اكتر من كده. مفيش قدامي طريقه تانيه. عايزها تروح له انت دلوقتي. والدك زمانه نايم، يعني تلحق تروح وترجع قبل الفطار. بعد ما تسيب ميدان الازهار تاخدي شارع اسماعيل، بعد 200 متر على الناصيه هتلاقي نمره 15. اذا فتح لك حد غريب قول انك زميلته في الكليه وجاي تستلفي كراسه المحاضرات. ايوه بس. خايفه؟ لا ابدا، بس بفكر هقول ايه لماما علشان ترضى تسيبني. قولي لها انك رايحه الفوزيه صاحبتك او اي حد من زميلاتك. مش هترضى. قولي لها انك لازم تروحي تزوريها قبل ما تيجي تزورك هي وتطب علينا. فكره. هو اسمه ايه؟ فتح المليجي. خدي بالك من نفسك يا نوال، ما تتهوريش بدون داعي. اذا شعرتي بحد بيتبعك او بيضايقك ارجعي على طول، بس ضروري تكوني هنا قبل بابا ما يصحى. حاضر. فتحي موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ قول له زميلته في الكلية. اتفضلي.
في واحدة ست عايزاك. طيب. مساء الخير. حضرتك الأستاذ فتحي المليكي؟ أيوة يا فندم، أي خدمة؟ أنا جاية من عند إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم حمدي. إبراهيم حمدي؟ إبراهيم حمدي؟ أنا أسمع الاسم ده. أيوة مظبوط، ده اسمه مالك جرايد اليومين دول، ده حتى البوليس بيدور عليه. قصدك هو؟ أيوة هو. هو اللي بعتك؟ أيوة. أنا آسف يا مدموزيل، لازم في سوء تفاهم، أنا معرفوش. أرجوك تصدقني، دي مسألة حياة أو موت بالنسبة له. أنا جاية لك من طرفه بأمارة. هات إيدك. لا اليمين. اللي جرحك الجرح ده عسكري إنجليزي، وكان حيموتك، وإبراهيم هو اللي خلصك منه، مش مظبوط؟ إبراهيم لازم بيعزك قوي يا مدموزيل، عشان يحكي لك حكاية زي دي. هو يقرب لك؟ لا معرفة. وهو فين؟ قصدي اسالك ازاي صحته دلوقتي وعامل ايه؟ هو كويس وبيقول لك عايز بدله ضابط. بدله ضابط؟ اتاخرت قوي، يا ريتني ما بعتها. يا ريتني ما وافقت. نعم ازاي البنات التانيين يا ابراهيم؟ ده وضع عادها في البيت مخصوص قبل ما تاخد التوجيهيه. انا بصراحه خايف، خايف عليها. وانا كمان خايف عليها يا محي. لو كنت عارف ان في اي خطر ما كنتش بعتها. الباب يا محي. ايه يا نويل؟ لقيتي؟ ايوه. وقال لك ايه؟ هيجيب البدله بكره الساعه 12. هيجيب البدله فين؟ هيستناني في ميدان الكوبري عند بتاع السجاير، هيفوت عليا ويديها لي على طول. انت بتقولي ايه؟ مش ناقص اللي انها تقابلهم في السكك؟ انا مش ممكن اسمح لها بكده. كفايه يا ابراهيم، كفايه لحد هنا. انا هروح اجيب البدله منه. ده هيديها لي ويمشي على طول. اخواتي البنات ما يقابلوش شبان في السكك. لو كان لك اخت كنت تطلب منها اللي بتطلبه من اختي؟ انا ماليش اخوات صحيح، لكن من ساعه ما دخلت البيت بتمنى اكون اخوكم. يا رواق. ايوه يا ماما. انت فين يا بنتي؟ انا هنا يا ماما. مالك ملهيه في ايه وسايباني لوحدي؟ مش جيتي من بره خلاص؟ ايوه. طب يلا روحي اقلعي جزمتك وشرابك وتعالي، احسن اختك لو يا بوزها مش راضيه تساعدني في حاجه. حاضر. مفيش حاجة. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت عند فوزية، خفت لا تزورنا فرحت زرتها. لا يا شيخ علي أنا الكلام ده. أمال يعني هكون فين؟ مش عرفني، هو البيت ده الواحد بقى يعرف فيه حاجة خالص؟ إيه بس اللي مزعلك يا سامية؟ مفيش حاجة. خليك أنت في إبراهيم بتاعك. إيه اللي مزعلني؟ ولا حاجة، ده أنا مبسوطة، مبسوطة خالص. أنت بتفكري في واحد محكوم عليه بالإعدام، وأنا جات اسمتي في واحد بايظ ما كملش تعليمه. تعرفي يا سامية؟ أنا بيتهيألي إنك بتحبي عبد الحميد زي زمان. لو كان بيتهيألي كده تبقي غلطانة. خلاص بقى، أمال إيه اللي مزعلك؟ ده بابا حلف إنك مش هتتجوزيه. طب كفاية بقى أنا وقلت، سيبيني لوحدي، أنا مش عايزة أقعد مع حد خالص، روحي وسيبيك. سامية، أنت ما أكلتيش حاجة يا حبيبتي. الحمد لله شبعت. طب مش هتحلي يا بنتي؟ ما عنديش نفس. لازم سعد الحنين يتشرف. انا لا عايز اقابله ولا عايز اشوف وشه الجدع ده. قومي افتحي انت يا نوال. انا هقابله واخد القهوه في اوضه المسافرين. مش هتقوم تقابله؟ لا بلاش، نستنى احسن لما بابا ينده لنا. انتوا مش قافلين بالمفتاح ليه؟ اتفضل. انت فطرت؟ فطرت الحمد لله. بابا في اوضه المسافرين. ازيك يا سماح؟ اتفضل يا ابني. ازيك يا عم؟ مش ممكن هقابله ابدا، روحي قولي لبابا كده، يجي يموتنا احسن. خليكي عاقلة امال، ده انت واخدة الحكاية جد قوي. يلا حبيبتي قومي سوي شعرك. ولا اقول لك خليه كده منكوش احسن، يمكن يغير رأيه. نوال، روحي يا بنتي اعملي كوباية شربات لابن عمك، ولا قدمي له سن هاري حتى. من عينيا يا ماما. ها يا عمي، قلت لها حاجة؟
قلت لها يا ابني. وقالت لك ايه؟ والله في الحالات اللي زي دي البنات بتسكت. والسكوت معناها الرضا، وما دمت انا راضي وابوها راضي يبقى خير البر عاجله. يعني ايه؟ يعني ايه رايك لو البسها الشبكه بكره؟ بكره؟ ونكتب الكتاب بالمره. ايوه يا ابني، بس الحاجات اللي زي دي عاوزه استعداد، الشربات والملبس والمعازيم. وماله وماله، انا اديها ودود. يا اخويا انت بتقول على نفسك ذكي ونبيه وتفهمها وهي طايره. الشهاده لله يا عمي. طيب ما تعرفش ان الحاجات دي يستحيل تتم طول ما ابراهيم موجود عندنا؟ ايوه صحيح. هو الاستاذ ابراهيم فين؟ مش باين. عاوز اشوفه واسلم عليه علشان يحصل لي الشرف. انت قايلهم يا نوال. اتفضل يا ابني. عشت يا عم. وهو الاستاذ ابراهيم هيسيب البيت امتى يا عمي؟ والله علم علمك، عن اذنك اجيب الجورنال بتاعي. اتفضل يا عم. خير يا زاهر؟ في حاجه؟ جاية تنفس شوية، أما دم وتقيل بشكل. أهلا أهلا أهلا، أنا سعيد جدا إني بتعرف بالبطل الكبير اللي أنقذ البلد من الخونة. اتفضل. أهلا وسهلا. تشرفت. الشرف لينا. وأرجوك من النهاردة وطالع تعتبرني زي نوحي تمام. أي حاجة تفتكر أقدر أعملها لك قول لي عليها، وأنا أقطع نفسي حتت علشانك. شكر. العفو. إنما تعرف إنه ما كانش في حد أبدا ممكن يصدق إنك أنت مستخبي أنا؟ ده أنا نفسي لما شفتك بعينيا الاثنين دول برضه ما صدقتش. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ يا اخي شوف لك سيره تانيه. حاضر يا عم. اخبار البلد ايه؟ الاخبار زفت، باعوا البلد للانجليز في شربة ميه. الواحد مش عارف يعمل ايه، نفسي الاقي شويه جدعان زي كده واحنا مطربعه على دماغهم. يا سلام لو تتنازل وتخليني اساعدك، انا اسوي لك الهوايل. يا سلام، من امتى بقى الوطنيه دي كلها يا استاذ عبد الحميد؟ اسمع روحي، انت ما تعرفنيش كويس، تفضل ساكت. زي ما بقول لك يا استاذ ابراهيم، انا نفسي اكون دراعك اليمين دلوقتي وبعدين حتى لما تسيب البيت. على فكره انت هتسيب البيت امتى؟ بعد اسبوعين. ياه، اسبوعين؟ لما يروق الجو خالص. على العموم طول ما انت هنا انا تحت امرك، اي خدمه انا مستعد. انا متاكد من كلامك، وفي خدمه فعلا. امر. قبل تعرف حد في البوليس؟ ليه؟ عايز اسال على جماعه من اصحابي واشوف اخبارهم ايه؟ اعتقلوهم ولا لا؟ في ضابط في المحافظه حبيب الروح بالروح، عاوز تسال على مين؟ عبد الحميد ملوش دعوه بالحاجات دي. يا سيدي انت ايه اللي حشرك بس؟ عايز اسال على محمد المرتضى وسمير ايوب. محمد المرتضى وسمير ايوب. خلاص، اول فرصه هجيب لك خبرهم. ها؟ قصدي اخبارهم. فاهم. انا هتكل عليك في كام خدمه فعلا في بحر الاسبوعين اللي انا قاعدهم هنا، بس ارجوك وانت بتسال صاحبك الظابط ده ما تبينش اهتمام زياده عن اللزوم، يعني اساله بالراحه كده، خد يومين ثلاثه اربعه حتى، المهم ما يشكش ابدا. من الناحيه دي اطمن. عن اذنكم. على فين؟ رايح اشرب يعني. ايه اللي عملته ده؟ لازم اكسب ثقته. طيب يا ابني مش يمكن يروح يبلغ عن اصحابك؟ ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ ماليش اصحاب بالاسامي دي. امال فين سامي؟ جوه فوريتها. ازيك يا بنت عمي؟ انت مش قاعده معانا ليه؟ انت متجوزه كده ليه؟ سيبني في حالي. ايه اللي مزعلك؟ ابعد عني اللي اندهلك بابا. هو عمي قال لك حاجه؟ يا ريت ما كان قال لي حاجه خالص. ليه بس يا سامي؟ مش ده اللي كنا عايزينه طول عمرنا؟ مش ده اللي كنا راسمينه سوا؟ ايه اللي غيرك؟ فاكر زمان لما كنت بجيب لك بسكويت كنا بناكله سوا؟ دلوقتي هجيب لك بيت بحاله
وكل لقمه ناكلها سوا. زمان كنت بتسرق البسكويت من بتاع البندور، دلوقتي تقدر تقول لي هتسرق لي البيت منين؟ اسمعي يا بنت انت، بلاش طول لسانك. على العموم انا عذرك، انا عارف انك انت ما بتتكلميش بلسانك، بتتكلمي بلسان العيله، العيله اللي ظلمتني وظلمتك معايا. محدش ظلمك، انت اللي فضلت داير 3 سنين في الكباريهات لحد ما ضيعت من ايدك الشهاده. اعوذ بالله، رجعنا في الشهادات يا ستي. حاضر، هذاكر من اول وجديد، هجيب لك 1,000,000 شهاده بس على شرط. ايه هو؟ تذاكري معايا وتسمعيني درس الدرس. ابعد عني يا سافل. لو كنت سافل كان زماني بجيبي 5,000 جنيه، تليفون صغير لهمام بيه بتاع البوليس السياسي، ويبقى بجيبي 5,000 شهادة من البنك الاهلي وتودينا كلنا بداهيه. ده لو كنت سافل زي ما بتقولي. خلاص يا سيدي، انا مصدقه انك بطل وانك شهد، تسمح بقى. سلمي. سيبني لوحدي يا اخي، انا يعني بالعافيه. سلمي ارجوكي، اضحكي ابتسمي ولا مره. حاضر، ادي الحته، اتفضل بقى. اتفضل، بس هشوفك بكره. مش عايز اشوفك لا بكره ولا بعد ولا اي يوم تاني بعد كده. هتشوفيني بكره وبعد كل يوم من عمرك. ولا بكرة ولا بعد ولا أي يوم تاني، وانتي بتموتي في دبابيب رجليك. يا سيدي كده. إبراهيم، إبراهيم اصحى عشان السحور. أنا مش نايم. أنا كمان عيني ما غمضتش. ليه؟ كنت بفكر في عبد الحميد وفي هروبك وفي الكلام اللي قلته لي على فتح المليجي. ابراهيم، انا موافق ان انا قلت روح بكره اجيب لك البدله. ماما لحظة غيابي؟ لا، فاهمة انك لسه في الحمام. استنى. من جاهزة النهاردة. كتر خيرك. قولي لما هتسيب البيت هتروح فين؟ والله ما اعرف. طب هنطمن عليك ازاي؟ لو اتمسكت هتعرفي من الجرايد. يا نوال، يا نوال، بإذن الله عند المدفع هبقى ملازم أول. النهارده؟ أيوه. اسمع إبراهيم، إذا ما كنتش متأكد من العملية دي بلاش، خليك قاعد معانا لحد ما تطمن، يوم ولا يومين زيادة مش هيفرقوا. شكرا يا محي، لكن أحسن نسيب البيت، أتأكد إن عمري ما هنسى اليومين اللي قعدتهم معك. أنقذت حياتي، مش ممكن أنسى جمايلكم. المهم إنك تكون مطمن على نفسك
ونكون احنا مطمئنين عليك. عمري ما هطمن على نفسي ولا حد يطمن عليا. اللي ارجوه منك بلاش تقولي الحكايه دي لوالدك الا في اخر لحظه، عشان كل شيء يمشي طبيعي، عشان يعرف ينام. نواف تعالي كلمي ابراهيم، عاوز منك خدمه. ظابط ما يصحش يكون فيها حاجة مقطوعة. هي فين؟ ليه بس يا نوال؟ طبعا ما يهمكش، ما يهمكش حاجة، أهمك إيه يعني؟ بس هي بس ما يهمنيش. ما بقتش حاجة تهمني في الدنيا. لو كان بيهمك بصحيح ما كنتش تسيب البيت غير من لما تقول لي انت رايح فين. اطمن عليك ازاي؟ ده انا حتى بيتهيألي انك خايف مني. انا خايف عليكي، انا خايف عليكم كلكم. انا حياتي كلها خوف. قبل ما اعرفك يا نوال كنت انسان تاني، ما كنتش اعرف معنى الخوف. من يوم ما دخلت البيت ده، من يوم ما عرفتك، أصبحت خايف. خايف عليكي، من مستقبلي، من المتاعب اللي بجراها ورايا. كفاية اللي استحملتوه عشان خاطري اليومين دول. أنا ما بيهمنيش الخاطر، بيهمني إني أطمن عليك. يمكن تكون عايز حاجة أقدر أعملها لك. أنا مش جبت لك البدلة، يمكن أقدر أجيب لك حاجة تاني. أحلف لك إني بعد ما أخرج من البيت ده مش عارف أروح فين، مش عارف. لازم في طريقة توصلني لك. قول انك مش واثق فيا، قول اني مهمكش. نوال ايه الفايدة؟ مش هتصلحي البدلة؟ نوال اسمعي، في طريقة واحدة. بعد ما اسيب البيت تستنيني كل يوم اثنين وكل يوم اربعة في ميدان عبد المنعم الساعة 11. اذا كنت في مصر حجيلك، ولا هبعت لك حد يطمنك عليا ويقول لك انا فين. دي الطريقة الوحيدة. انا مش عايزة اكتر من كده. ازيك يا بنت عمي؟ الله يسلمك. وحشتك؟ سي لسه زعلانه مني ولا ايه؟ يا خبر، واللي تيجي هو نقبل. اثبت يا سيادة الإدارة. ازيك يا محي؟ السلام عليك يا أخي. نعم، عاوز إيه؟ فين إبراهيم؟ جوه في أوضتي. عاوز حاجة؟ عاوز أكلمه في حاجة. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. اما انا امبارح سهرت سهره وطنيه للصبح مع الظابط اللي قلت لك عليه، وهيجيب لي اسم المعتقلين كلهم ان شاء الله. شد حيلك، انت بتعمل لي خدمه كبيره قوي. النهارده بالليل هديك اسامي ناس تانيين، ويمكن اطلب منك تتصل بيهم. انا رهن الاشاره. متهيألي انك بتطلب من عبد الحميد حاجات ما هوش قدها. يا اخي انت مالك؟ هو انا كل ما اتكلم مع الراجل بتتعشر؟ هل تعتقد ان انا مش قدها يا استاذ ابراهيم؟ لا لا بالعكس يا عبد الحميد، انت قدها قدود. قول لي انت جاي على الفطار النهارده؟ لا لو كان صاحبك عسل. لا لا ابدا، ان كنت عاوز تيجي تعالى. انت عارف يا محي انا ما عنديش مانع، بس عمي كلمه كده كلمه كده. اقول لك تعالى بكره احسن. بكره؟ طيب ان شاء الله، وهجيب لكم معايا اخر اخبار. اي أيوة والله.
مع السلامة. سلام. على فكرة يا أستاذ إبراهيم، عاوز أسألك سؤال محيرني شوية. نعم. من امبارح وأنا بسأله لنفسي، أنت ليه عملت كده؟ ليه بحب مستقبلك وبحياتك وبراحتك من غير أي مكسب؟ الرد بسيط يا عبد الحميد، ويتلخص في كلمة واحدة. إيه هي؟ الإيمان. لو كان لك مبدأ تؤمن بيه، كانش السؤال ده يحيرك. الإيمان؟ شكرا. أنا نازل يا بنت عمي. مع السلامة. وتخليها معاك، اوعى تطيحها. بابا كل ما يجي يسافر هو وماما يكتبوا ورقه زي دي علشان يرجعوا تاني لبعض. ايه؟ واقف كده ليه؟ ابراهيم هيسيب البيت النهارده. بتقول ايه؟ ابراهيم هيسيب البيت. امتى؟ الساعة كام؟ الساعة 2 ضرب المدفع بالظبط. عامل حسابه؟ مطمن انه لما يخرج مفيش أي خطر؟ أيوه، هو راسم خطة وهيمشي عليها. ولما هيخرج من هنا هيروح فين؟ مش عارف والله، كل اللي اعرفه ان جماعه من اصدقائه منتظرينه. ربنا يكتب له السلامة. خد يا محي، ادي له دول يمكن يحتاج لهم. كتر خيرك يا بابا. هي والدتك عرفت؟ لا، حضرتك اول واحد يعرف. احسن تقول لها يا ابني. يقول لي على ايه؟ يا اختي ما تتكلمي، انتوا مخبيين علي حاجه ولا ايه؟ ابراهيم هيسيب البيت النهارده. ايه؟ يسيب البيت؟ ليه يا ابني؟ زعل من حاجه؟ ده حتى خلاص بقى واحد مننا. واحد؟ ايوه ماما. هو ابراهيم معاه مصحف ولا لا؟ ما افتكرش. طب يا ابني خد المصحف ده، دي هو
ربنا يحفظه ويرجعه لوالدته بالسلامه يا رب. قلبك فيه الخير يا ماما. اقدر اسلم على عمي دلوقتي؟ بابا بعت لك دول يمكن تحتاج لهم. ابراهيم ده مش وقت كسوف. انا هفضل طول عمري حافظ جنايلكم. المصحف ده من ماما. ربنا يخليها لك. فاضل قد ايه على المدفع؟ ربع ساعة تقريبا. طب يلا بينا. أفضل أسلم عليكم دلوقتي وأنزل وأنتوا بتفطروا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف وشك بخير يا سامي. أنت هتمشي النهارده؟ بإذن الله. مع السلامة يا إبراهيم. خد ملك من نفسك عشان خاطري. نويت يا دي؟ استغفر الله يا دي، استغفر الله. العفو يا ابني، ربنا يحرسك ويحفظك. الواقع مهما قلت مش هعرف اشكرك، مش هعرف اشكركم. كفايه ان اقول ان انا جيت هنا وانا خايف انكم تطردوني، انما لقيت في البيت ده وطنيه وشهامه ما لقيتهاش في أي حتة طول حياتي. مفيش داعي تقول الكلام ده يا ابني. إحنا عملنا الواجب بل أقل من الواجب. المهم عندنا سلامتك. ربنا يكتم لك في كل خطوة سلامة. الفلاح
السلامة يا محمود. الله يسلمك. حمل على السلامة يا محمود. والله عملتها يا ابراهيم، عاش من شاف تعيش. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمنوني، عملتولي ايه بخصوص هروبي؟ بكرة الصبح هنجيلك نعرض عليك الخطة اللي رسمناها علشان نهربك للخارج، ما تشيلش أي هم يا إبراهيم. أنا مش شايل غير هم واحد بس، هم الجماعة اللي كنت عندهم. ليه؟ خايف من إيه؟ عبد الحميد. يطلع إيه عبد الحميد ده؟ دي حكاية طويلة. فتحي الليلة دي هيجي لكم ويشرح لكم كل حاجة. لازم تراقبوا عبد الحميد وتجيبوا لي أخباره أول بأول. أه كذلك. إبراهيم، إحنا هنسيبك دلوقتي عشان ما نقفلش الأنظار من بيننا. يلا بينا. ما عنديش نفس. يا ابني انا فاهم، خليك قاعد وحاسس بنفس شعورك، بس في كلمة احب اقولها لك. انا اذا كنت سمحت ابراهيم يقعد عندنا في البيت، مش معنى كده ان انا بشتغل بالسياسة. لا يا ابني، ده انسان استجار بينا، عملنا الواجب واجرناه. مفهوم؟ مفهوم اهو. يا محيي، انا عمري ما بتداخل في شؤونك الخاصة، وما اسمحش لنفسي اني اسألك ازاي ابراهيم جاب البدلة دي، ولا ازاي اتصل باصحابه. المفروض انك انت ساعدته في الناحية الانسانية دي. دلوقتي بقى يا ابني تلتفت لدروسك. انت فاضل لك شهرين على التخرج، بعد ما تتخرج اعمل اللي يعجبك، لكن قبل ما تتخرج انا مسؤول عنك. وعدني انك مش هتتصل بحد من اصحاب ابراهيم، ولا تخبيش عني حاجه. اوعدك يا بابا. انا عارف انك راجل، وانا واثق في كلمتك. انت ايه اللي رجعك يا بنت انت؟ امي. ايه اللي رجع البنت دي؟ ما هي ما كانتش عملت حاجه. وابراهيم؟ ابراهيم خرج. خرج ازاي؟ ساب البيت ومشي. وراح فين؟ قولي لي راح فين؟ ما اعرفش. بقول لك راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. طبعا ما تعرفيش، والمغفر الكبير اللي هو انا برضه ما اعرفش. خطه ورسمتوها عشان تضحكوا عليا، مش كده؟ ودلوقتي اتفضل يا عبد الحميد من غير مطلوب، مفيش جواز، مفيش فلوس. لا انا لحمي ما اتكلش على انت، انا هوديكوا في داهيه، انا لحمي مر، انا هضربها على انتكوا. اسمع يا عبد الحميد، مش بالظبط يا فندم، بس ممكن تقول له عندي معلومات مهمة بالنسبة له. أقدر أعرف إيه هي؟ عندي معلومات عن إبراهيم حمدي. لحظة واحدة من فضلك، اتفضل استريح. أنا
من فضلك، ما شفتش واحد لابس بدلة كحلي جه هنا دلوقتي؟ بتعرفيش اسمه ايه؟ عبد الحميد. عبد الحميد، حميد زاهر؟ ايوه. هو موجود عند ساعة البيت. طب ممكن اشوفه؟ بس طب لحظة واحدة. اتفضل. يا ستي دخلي العروس قبل الاستاذ عبد الحميد زاهر. خليها تفضل. حاضر. اتفضلي. يا فندم. من فضلك في واحد اسمه عبد الحميد زاهر دخل هنا دلوقتي، اقدر اقابله؟ وعايزاه ليه؟ اصله ابن عمي وهو عايزني في حاجه ضروري. وابن عمك جاي ورا المحافظه ليه؟ عشان هو كان مديني ميعاد هنا. ارجوك قول له ثانيه بنت عمك عايزاك ضروري. انا جاي ادي لسيادتك معلومات عن ابراهيم حمدي. ايوه اتفضل قول. انا عارف هو كان مستخبي فين. كده فين؟ في يا فندم. ايه ده يا عبد الحميد ده؟ حد يسيب خطيبته بالشكل ده؟ بس مش كده هلا. حضرتك زي ما سمعت تبقي خطيبته. ايوه بنت عمه كمان. ما شاء الله ما شاء الله، لايقين لبعض خالص. مخطوبين بقالكم زمان؟ بقالنا اسبوع وهنتجوز قريب خالص ان شاء الله. مبروك مبروك. بس ابقوا افتكرونا بالملبس. خلينا نتكلم في الاهم. وبعدين يا استاذ عبد الحميد؟ انا شفت النهارده ابراهيم ماشي في الشارع. في اي شارع بقى؟ في شارع العباسيه. وبعدين؟ وبعدين ركب عربيه. وبعدين؟ وفلت مني. انت من شويه قلت لي انك عرفت هو مستخبي فين فعلا. ايوه في العباسيه. وشفت نمرة العربية على كده؟ لا يا فندم، اصل هو ركب العربية بسرعة والعربية طلعت اوامه وكانت النمرة ممسوحة وما لحقش الصراحة. طب ما لمحتش أي رقم؟ أيوة 8-1، بس والله مش فاكر الباقي. العربية لونها إيه؟ سودة. الهانم كانت معاك؟ لا. حضرتك ساكن في العباسية؟ لا يا فندم، أنا كنت رايح العباسية علشان أقابل واحد صاحبي. هو في الواقع مش في العباسية، هو في مصر الجديدة، وكنت رايح أعمل له بوليس التأمين ونزلت في العباسية عشان آخد الترماي الأبيض. وصاحبك ده اسمه إيه؟ اسمه محمود متولي. الواقع دي معلومات قيمة فعلاً وهتساعدنا كتير. أنا في الخدمة يا فندم. أحمد، إيه اللي هيعمل اللازم؟ همام بيه هيأخرهم شوية، قدامك دقيقة من دلوقتي، بسرعة. على كل حال، إحنا متشكرين خالص. إن عرفت حاجة جديدة، لازم تجيني برضه. ولا يمكن تفتكر حاجة نسيت تقولها لي، تجيني على طول. إحنا بنعتمد على اللي زيك اللي قلبهم على البلد. مع ألف سلامة يا هانم، ربنا يتمم بخير. على فكرة يا أستاذ عبد الحميد، وانت خارج والله سيب عنوانك عند السكرتير اذا سمحت، علشان يمكن نحتاج لك نكتب الكلمتين اللي قلتهم دول في محضر. حاضر. ولا اقول لك بلاش محضر، انا الكلام اللي بسمعه بينطبع هنا. تفضلوا في حفظ الله. ازاي تسمح لنفسك تعملي كده؟ من امتى بنت زيك تخش المحافظه؟ انا كنت خايفه لا تكون زعلان. لا يا شيخه، علي انا الكلام ده؟ انت كنت خايف على اهلك وعلى سيب ابراهيم بتاعكم. ابدا يا عبد الحميد، انا ما حدش يهمني قد كنت خايف عليك. من ايه بقى يا ستي؟ من انك تعمل اي شيء يفرق بيننا وما ترجعنيش. لا يا شيخه، روحي قولي الكلام ده لاهلك، انا خلاص مش هتجوز. بس اتفضلي. تاكسي تاكسي، اطلع ورا التاكسي اللي قدام. يلا نفسك يا عبد الحميد، كل حاجة هتنتهي على خير بإذن الله. اسمعوا هتابوكي، أنا ولا فضيلك ولا فاضل الكلام الفارغ ده. عندك يا اتفضلي. مش هتطلع معايا؟ لا.
انا مش هقول لحد احنا كنا فين. قولي اللي يعجبك. طب امتى هشوف؟ معرفش. ما تتاخرش عشان ما حدش يلاحظ حاجه. لما اشوف. اتفضلي بقى. السلام عليكم قبل ولا حاجه. السلام عليكم. الجماعه بخير؟ بخير، بس في حاجه واحده مخوفانا. ايه هي؟ عبد الحميد. مال؟ البوليس ابتدى يراقبه. بتقول ايه؟ البوليس بيراقبه؟ ليه؟ علمي علمك. انما علاء شافه خد تاكسي وراح المحافظه، وسامي وراه خد التاكسي، وبعد شويه رجعوا البيت والبوليس ابتدى يراقبه. اكيد سامي حصلته قبل ما يتكلم. انا بقول كده برضه. انما هو عبد الحميد عارف انه متراقب؟ لا ما يعرفش. اسمع يا فتحي، بكره الاربع نوال هتستناني زي ما اتفقنا. لازم اقابلها، اشوف لي اي طريقه. انت بتقول ايه؟ انت مجنون؟ ده مش بعيد البوليس زي ما يكون بيراقب عبد الحميد، بيراقب كل افراد البيت. لازم اقابلها. سعيد يا نوال، ابراهيم ما قدرش يجي لكن بيسلم عليك، بيقول لك اطمني هو في امان، هيحاول يجي قبلك المره الجايه. ازيك؟ خدي تكلميه في النمره دي، بس بيحرق الورقه. الو مين؟ استاذ ابراهيم؟ مفيش عندنا حد بالاسم ده يا اختي. مين حضرتك؟ نوال؟ طب لحظة واحدة. أروح أنا أندهله. مين؟ تليفون علشانك يا أستاذ إبراهيم. بخير ودايما سيرتك على لساننا. وانت عامل ايه؟ انا من بعد ما عشت في وسطيكم بقيت حاسس بالوحده اكتر من الاول. انت عايش لوحدك يا ابراهيم؟ الورقه اللي كتبتيها لي دايما معايا. وانا كمان الورقه معايا في المصحف جنب قلبي. اسمعي يا نوال، هدومي اللي سبتها عندكم في البيت لازم تتخلصوا منها باي طريقه. وفي حاجه تانيه، عبد الحميد قولي له ياخد باله، البوليس بيراقبه، لازم تنبهيه. حاضر يا ابراهيم، هشوفك امتى؟ معرفش، هبقى اتصل بيكي بنفس الطريقه. نوال، خدي بالك لا تكوني انت كمان متراقبه. ما تخافش، مش هنسى حاجه. مع السلامه يا ابراهيم. اللي جابني لغايه هنا النهارده عايزك تبلغي يا عمي انه حر. يعتبر نفسه ما ادانيش اي وعد. ليه بتقول الكلام ده يا عبد الحميد؟ انت عايز ترجع في كلامك؟ لا، بس مش عايز افرض نفسي عليكي. في حد قال لك حاجه؟ في حد قال لك انك بتفرض نفسك؟ مفيش حد قال لي حاجه، بس انا عارف هي دي الحقيقه. انا اخلاقي زفت وقطران، مش بعيد لو اتجوزتك هتعيسك معايا، وبعدين عيلتك تعايرك وتقولك اتجوزت العامل فالح وطلع حمار.
ان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل يا عبد الحميد. ليه بتقول كده؟ انت جرى لك ايه؟ والله انا نفسي مش عارف ايه اللي جرى لي. بين يوم وليله اتغيرت. ابتديت اشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. هي دي الحقيقه يا ساميه. الحقيقه اللي فهمتها اخيرا لما كنت في مكتب الزفت اللي اسمه حمام بيه. على كل حال الحكايه انتهت على خير والحمد لله وانت ما اتكلمتش. تعرفي ليه ما اتكلمتش يا ساميه؟ عشان حسيت ان انا صغير. انا نزلت من هنا زعلان على كرامتي. معمي. نسيت ان الشخص اللي كنت هبلغ عنه ضحى بنفسه واسترخص حياته في سبيل كرامتي وكرامتي وكرامتنا كلنا. دي لازم نوقف. سعيدة يا سامي. سعيدة يا عبد الحميد. الحمد لله ده انا كنت لسه هبعت لك مع محي. ليه خير؟ بيتهيألي ان فيه راجل دايما يمشي وراك خطوه بخطوه، حتى لما بتيجي عندنا بيستناك ولما بتنزل بيمشي وراك. قصدك ايه؟ في واحد تحت دلوقتي؟ تفتكري هو ده؟ مش بعيد يكون هو. عبد الحميد رايح فين؟ راح اشوف الراجل ده عايز مني ايه. مش حد تاني؟ لا يا بيه. ولا نزلش من البيت تاني؟ لا يا بيه ما نزلش. طب روح انت. طلعت على التقرير؟ ايوه يا فندم. وده دوسيه عبد الحميد. ملوش اي نشاط قريب، عمره ما اشتغل بالسياسه. الله. امال ليه حاول يهرب من المخبر اللي عيناه لمراقبته؟ اكيد له حكايه. والله يا فندم اي انسان بيحس انه مراقب بيعمل اللي عمله عبد الحميد. على العموم هو له تصرفات مريبة مش قادر أعللها. أنا على العموم لازم أفرض إنه متهم. إذا كانت نظريتي خطأ مش هنخسر حاجة. فعلاً. وإن كانت صح مؤكد هيوصلنا لإبراهيم حمدي. الله، أنت إيه مالك؟ مش على بعضك ليه النهاردة؟ مستني حد؟ عن إذنك. أنا افتكرت مشوار مهم. الله، ما أنت ماسك في اليد وحاجة حلوة أهو. معلش معلش. الترجم جوه، الترجم بوصل الصبح، طب غير الوش، تحب
ده انت راجل محتاج الوقت فراغ يا خبر مجواش. انت بتقولي ليه يا سعد حميد وانا قلت حاجه؟ ما تخنيش. راسي يا اخويا جاهز. بعد حاجه وانت معلم. خد راسك يا بص. وش تخسر حاجه انك القرف. تلاقيه مشي ورايا تودي الورقه دي جري للست سامية. فاهم؟ فاهم فاهم فاهم. اتضح لي مع الاسف إن ما قالته نوال صحيح، وإني فعلا مراقب، لذلك أفضل ألا أزوركم في البيت حتى أبعد الشبهة عنكم. اطمئني واخبري محي بأنني لن أزوركم إلا إذا رفعت المراقبة السخيفة عني، وآمل أن يكون ذلك في القريب العاجل. حرامي البسكويت. يعني يعمل عملته وينكد؟ هو مش أول واحد غلط ويندم على غلطته. من يوم ما حس إن إحنا بنراقبه وعاداته هي هي ما بتتغيرش، حتى الاماكن اللي بيتردد عليها هي هي، في الصبح مكتب الشركه، بعد الظهر ما بين الكازينو والبار، بالليل على البيت طوالي. وخطيبته ما بيزورهاش؟ لا يا فندم بطل يزورها. غريبه دي، مش تصرفات عريس هيتجوز قريب. فعلا يا فندم دي تصرفات انسان عايز يبعد عن بيت عمه باي شكل. والله يا فندم يستحسن ان احنا نهاجم البيت. لا مش دلوقتي، احنا نرفع المراقبة عن عبد الحميد. المهم ان كلهم يطمنوا ويعتقدوا انك انت فشلت في مراقبته وان موضوع اتركن على الرف. لو بعد كام يوم زار عبد الحميد بيت عمه في الوقت ده بدون تردد يفتش بيته وبيت عمه في نفس الوقت. انا رتبت كل حاجة خلاص، الفلوس والعربية والنمل. هنسافر امتى؟ بكرة قبل الفجر. مش ممكن نأجلها ليوم الخميس؟ ونأجلها ليه يا ابراهيم؟ انت اوعدك هنا اصبح خطر. انا نفسي مش بعيد اكون متراقب. انا كل ما اجي البيت هنا او اخرج منه الا اتخيل بواحد مخبر واقف على راس الشارع. انا مش خايف على نفسي يا ابراهيم، انا خايف عليك انت. ايوه بس. بس ايه؟ عبد الحميد واتشالت من عليه المراقبه خلاص، فاضل ايه كمان؟ انا خايف للحكايه يكون وراها لعبه. الكلام ده تقوله لو كان عبد الحميد له اي نشاط سياسي، انما البوليس فين ان عبد الحميد لا ليله في الطور ولا في الطحين، فبطلوا يراقبوه. كلام محمود صح، انا برضه من رايي انك تسافر. ما اقدرش اسافر قبل ما اقابل نوال. البوليس الحق يا بوليس. بوليس رايح فين انت؟ تعالى تخلى عند الشيخ طلعت، وانتوا كل واحد يفتح كتاب. يلا بينا نذاكر. مين؟ افتح. بوليس. بوليس ايه ده؟ ايه؟ حالة تفتيش بسيطة. تفتيش؟ تفتيش بتاع ايه؟ أولا البيت بتاع مين فيكم؟ بتاعي أنا. وأهلك فين أمك؟ في بلجيكا. اتكلم زي ناس. إيه ما تزورش مصر؟ اخلص. الله. بقول لك أهلك فين؟ طارت يا طارت. وأنتوا بتعملوا إيه هنا؟ بنذاكر. بنذاكر. بتذاكروا؟ آه. بتذاكروا إيه؟ أبجد هو. لا الله فارح أنت هو. مفيش حد هنا يا حضرة الزمن. ما تقول لنا أنتوا بتدوروا على مين؟ مين اللي ساكن قصادك؟ الشيخ طلعت أبو العينين. طيب. خليك انت هنا. حاضر. تعالوا انت معايا. بوليس. بوليس افتحي. بوليس كفر الشر. عاوزين ايه؟ في واحد غربان وبندور عليه وخايفين لا يكون مستخبي عندكم. تسمح لنا نفتش الشقه؟ اتفضل يا اخويا. ايه يا عديلة؟ لا مؤاخذة يا فضيلة الشيخ، في واحد غربان واحنا بندور عليه وخايفين لا يكون مستخبي عندكم.
لا بأس لا بأس، الاحتياط واجب والحرامية كتير اليومين دول، إن بعض الشك من حسن الفطن. اتفضلوا، عن إذنكم بقى أنا يا دوبك أحصل صلاة العشاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دعواتك يا سي الشيخ. مفيش حد عارف الظبط. دورنا من أنا دول يا فندم. إيه دول؟ هدوم من دول؟ هدوم أخو الشيخ طلعت. وهو فين؟ في الحمام. وهو ده الحمام؟ أيوه. طيب عن إذنك. يا ريت أنت هتفتح عليه الباب. عن إذنك. مين؟ عديلة؟ ناولين المفطار من عندك. بسرعة بسرعة بسرعة. أنت شفت الشيخ فات من هنا دلوقتي؟ أيوه. راح فين؟ لسه راكب التاكسي وماشي أهو. ده إبراهيم حمدي. نهارك سعيد يا نوال. اتفضلي اركبي بسرعة. أنا فين؟ مش عايزة تشوف إبراهيم؟ هتشوفيه. شايف التاكسي اللي واقف هناك ده؟ هو اللي هيوصلك لابراهيم. هتوديني فين من فضلك؟ تحبي تروحي فين؟ ابراهيم. خليكي زي ما انت عشان ما تلفتيش الانظار. ازيك يا نوال؟ الحمد لله، ازيك انت؟ زي ما انت شايفه، بقيت سواق تاكسي على اخر الزمن. انا اسف يا نوال، كنت اتمنى اقابلك في ظروف غير دي، وامشي معاك في اي شارع في وسط الناس، انا وانت وايدي في ايدك. لكن اعمل ايه؟ مش قادر حتى التفت لك الا من وقت للتاني. معلش يا ابراهيم، المهم ان احنا اتقابلنا، بكره الظروف دي كلها تتغير. بكره؟ بكره هكون في اسكندريه يا نوال. بكره؟ ايوه، وبعد كده هسيب مصر، هسافر بره لحد الامور ما تتصلح. ارجوكي ما تعيطيش يا نوال. اعذرني يا ابراهيم، انت ما تعرفش وجودك في البيت كان ايه بالنسبه لي، ولما سبتنا كده فجاه بقيت انا مش عارفه اعمل ايه لما تسافر. انت كنت عارفه اني همشي في يوم من الايام. عارفه، لكن مش بايدي. على مين؟ خلاص هضحك تاني. طمني، هتسافر امتى وازاي؟ وازاي هقدر اتصل بيك؟ انا مش عارف هروح فين ولا عند مين، مش عارف حتى اذا كنت هرجع تاني. يعني دي اخر مره اشوفك فيها. مش قادره اصدق اننا مش هنشوف بعض تاني. الظروف اللي احنا فيها دي مصيرها تتغير، مصيرك برضو ترجع لأهلك ووطنك واللي بيحبوك. الظروف دي أكيد هتتغير، ملايين وملايين من الناس عايشين على الأمل ده، وأنا واحد منهم. أكيد هيجي اليوم اللي مصر تبقى فيه حرة، لكن إمتى؟ يمكن بعد سنة، يمكن بعد عشرة. سنة ولا عشرة مش هتفرق بالنسبة لي. قصدك ايه يا نوال؟ احنا قطعنا عهد على بعض، والورقه معايا في المصحف، وهتفضل معايا لحد ما نتقابل تاني. انا هفضل مستنياك. هو ده اللي مرضاش بيه. انت العمر كله لسه قدامك يا نوال، لكن انا من زمان قوي بايع عمري، مقدرش اسيبك تبني مستقبلك على امنيه، مجرد امنيه محدش عارف امتى هتتحقق. انا ماليش مستقبل من غيرك يا ابراهيم. مش أنا المستقبل يا نوال، أنا إنسان من كام يوم ولا من كام سنة ما بقتش فاكر، طرق باب بيتكم في أول ليلة من رمضان، فتحتوا له قلوبكم واعتبرتوا واحد منكم، وعاش معاكم أربعة أيام كانت بالنسبة له العمر بحاله، وبعد ما خرج من عندكم رجع زي ما كان، وطارد وهربان. صدقيني يا نوال، أنا مش المستقبل، أنا الماضي، الماضي اللي لازم تنسيه. اوعديني يا نوال، اوعديني إنك تنسيني. أوعدك، أوعدك إن عمري ما هنسيك.
نفسك بتدفعي الحساب. حطيت كل يوم اربع في نفس المكان عشان تبقى تطمني عليك. وبعدين معاك يا نوال، من ساعه ما جيت وانتي عماله تعيطي كده. عايزه افر يا سامي، بتهيألي اللي مش هشوفه تاني. يا شيخة ما تقوليش كده، بكرة الجو يروق وإن شاء الله تشوفه بعد تاني. أنا قلبي مش مطمن. يا سامية. أفندم يا بابا. تعالي يا سامية. عبد الحميد كان عندي في الديوان وقال إنه جاي النهاردة علشان يفطر معانا. يعني المراقبة اتشالت؟ مراقبة إيه يا بنتي؟ لا أبداً ولا حاجة. لكن هو ما قالكش حاجة أبداً؟ لا ابدا ما قالش حاجه. اسمعي يا سميه، انا ما رضيتش افتحه في الديوان في موضوع خطوبتك. قلت لما يجي يفطر معانا نفتحه كده بصراحه انك عاوزه تفسخي الخطوبه. انا بقول يا بابا بعد اذن حضرتك طبعا ان احنا يعني بلاش نتسرع. دهدي انت غيرت رايك ولا ايه؟ مش عارفه يا بابا، انا متهيألي ان عبد الحميد اتغير. احنا كنا خايفين لا يبلغ عنا لكن ما حصلش. وانا بلغني ان هو هيشتغل بعد الظهر وهيبتدي يذاكر من اول وجديد كده. طيب يا بنتي اللي تشوفيه. انا عارف يا عم اني طلبت سامية في ظروف مش لطيفة وبطريقة مش لطيفة كمان، انا اسف. وبما ان الظروف دي عدت والحمد لله على خير، انا جاي اطلبها منك تاني، واملي انك ما تشعرش باي احراج. يا سبحان الله، تعرف بصراحه يا عبد الحميد يا ابني ان احنا كنا خايفين منك لما تعرف ان ابراهيم ساب البيت انك ان ايه يا عم؟ كنا خايفين لا تبيعنا. لكن الحمد لله اتضح ان احنا الغلطانين وما كناش عارفينك يا ابني. والله انا كمان ما كنتش عارف نفسي. الظاهر ان الانسان ما بيعرفش نفسه غير بعد ما يعدي من ازمات زي دي. والله يا عبد الحميد يا ابني. يا عمي مش ضروري ترد عليا دلوقتي. ثانية. خصوصا ان انا ورايا حاجة مهمة عاوز اخلصها. ايه هي؟ انا رجعت اذاكر من اول جديد. حسيت ان انا ناقصني علم وعاوز اخد شهادة. شوفي مين يا سامية؟ وماله يا ابني؟ ربنا يهديك. العلم برضه كويس وهو سلاح تخدم بيه وطنك. عمرك شفت شعب متعلم قدر حد يستعبده؟ المهم يا عبد الحميد يا ابني تعمل حاجة، أي حاجة. ستي بوليس يا ستي. ايه؟ هادي آخرتها يا زهر، قلت لك من الأول يا زهر. وبعدين يا تحية ما فيش داعي كده. الله ما فيش حاجة، احنا هنخاف من ايه؟ تقولي ايه؟ لا أنا عارف. لا دول بيسألوا عن سيدي وحي. تعالى معايا. أنا اليوز باشي محمود الدباق من البوليس السياسي. أهلا وسهلا. حضرتك والد الأستاذ محي؟ أيوة يا فندم. وده الأستاذ محي مش كده؟ تمام يا فندم. وده الأستاذ عبد الحميد ابن أخو حضرتك، ولا أنا غلطان؟ لا مظبوط يا فندم. طيب ما دام حصلنا الشرف بقى وتعرفنا ببعض، تسمحوا لنا نفتش البيت؟ ليه؟ علشان إيه؟ لا مجرد كده إجراء عادي روتين، لا أكثر ولا أقل. طيب تسمح لي افضي السكه؟ اتفضل معايا يا ام باشا. مفيش حاجه فضل. طيب. طب مش تفهمونا ايه الحكايه؟ ايه المناسبه؟ ازيك يا سعد الحميد؟ انا ما اعرفكش عشان تقول لي ازيك. لا يا شيخ، بس انا اعرفك كويس. شوفوه. والله ايه؟ خلوهم يفتشوك يا استاذ عبد الحميد، ده اجراء بسيط. مش حاجة يا فندم.
دي اوضه الاستاذ محي مش كده؟ ايوه يا فندم. طب نقعد هنا شويه. حضرتك معاك امر من النيابه عشان تفتش؟ يا سيدي ما تدقش. انما القانون بيحتم. قانون؟ هو في قانون؟ ايوه في قانون. ده عندكم انتوا بس في الجامعه في كراسه المحاضرات. انما البلد دلوقتي يا شاطر فيها حكم عسكري. على كل حال الطبل مفيش حاجه ابدا. محي انت تعرف فهمي عبد العزيز؟ فهمي عبد العزيز؟ اي لا ابدا ما اعرفوش. عزيزي فهمي عبد العزيز، حامل هذه الرسالة صديق أرجو أن تثق به. ده مش خطك؟ أيوه خطي. وده يبقى خط مين يا محي؟ ما أعرفش. مش خطي. أنا عارف إنه مش خطك، إنما يعني يبقى خط مين؟ ما أعرفش. أنا ما شفتش الخط ده قبل كده. إيه الحكاية؟ والله لسه ما نعرفش إيه الحكاية. إنما برضه هنعرف. كملوا التفتيش. انا ما اتكلمش لقدام يا انا يا انت تعرف انا العايز من ايه؟ ما اعرفوش. خلينا اصحاب المال. ده اسمه مكتوب في الورق اللي لقيتها على مكتبك. ما اعرفوش ما اعرفوش. تحب افكرك يا محي؟ ها؟ فكرني يا مباشر. ازيك يا عبد الحميد؟ ازيك يا اخويا؟ يا فندم. ده انت ما كنتش عارف المكان اللي كان مستخبي فيه ابراهيم حمدي؟ لا. انت مش جيت هنا مره قبل كده وقلت انك شفته؟ شفته، لكن ما كنتش اعرف هو مستخبي فيه. مين اللي قبض عليه؟ واحد يوزباشي اسمه محمود الدباغ. اه ابنك دلوقتي تلاقيه في السجن. في السجن؟ قبل ما يحققوا معاك؟ بس وطي صوتك شويه، ما هو التحقيق برضه هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وهو فين؟ ما جابش معاك ليه؟ عملوا فيه إيه؟ يا ست اطمني، كل حاجة ماشية كويس. شفته صحيح يا زاهر؟ شفته بعينيك؟ شفته يا ستي وقعدت معاه واطمنت عليه. طب وما جبتوش معاك ليه؟ ما تكدبش عليا يا زاهر. قلبي بيقول انك انت بتكدب عليا. وبعدين بقى يا تحية، انت هتعملي زي العيال الصغيرين. يا ست اطمني. محيي بخير والحمد لله. غاية ما في الأمر إن وكيل النيابة ما يقدرش ياخد أقواله إلا بكرة الصبح. استريحت. أنا هقوم أقعد شوية في أوضة محي وإن شاء الله بكرة الصبح بدري هكون عندي.
معرفش مين اللي في 22. لا معرفش. اما اسال اللي جنبي. يا نمرة 8. يا 8. ايه؟ ما تعرفش مين اللي في 22؟ واحد من الاثنين اللي جابوه مول امبارح. ليه؟ في حاجة؟ الظاهر انه مات. فتحوا عليه الزنزانة دلوقتي وشفته مرمي على الأرض. محي. محي. بكره يجوا يقدرنا احنا كمان وخلصوا علينا واحد واحد. قتلوا المجرمين. سلام يا ابراهيم. الله يسلمك. عبد الله نديم مجاهد اسكندراني. تشرف. اهلا وسهلا. هنسيبك احنا دلوقتي يا ابراهيم. عبد الله هيجي لك بكره يفهمك على كل حاجه بالنسبه لهروبك. انا هسافر مصر دلوقتي، واذا حصل اي طارئ المقابله عندي في البيت. يلزمك حاجه تاني؟ تروح ميدان عبد المنعم يوم الاثنين الساعه 12 تقابل نوال وتطمنها عليا، ما تنساش. حاضر. وما تتصلش بوالدي قبل ما اسافر. اذا سافرت. هتسافر باذن الله. عبد الله قدها ردود. يلا يا جماعه. تصبح على خير يا ابراهيم. تصبح على خير. تصبح انت ونوال بخير. ده عشان محي. حاضر يا سيدي، من عينيا الاثنين. انا هوصله له بنفسي. يعني مش هشوفه؟ حلمك شويه يا زهر افندي. في الحقيقه بقى محي ده مزعلني خالص. يظهر فيه شويه عيال ضاحكين عليه ومفهميني انه ما يتكلمش. وبالعكس انا عايزه يتكلم عشان يروح البيت ويلتفت لدروسه. يتكلم يقول ايه يا سعاده البيه؟ محي ما يعرفش حاجات من دي. ده عمره ما كان له دخل بالسياسه. ما هو ده اللي محيرني، الا اذا كان اشطر مننا بقى. شوف يا زاهر افندي، انت الوحيد اللي هتقدر تقنعه انه يتكلم. انا هخليك تقابله. عايزك تفهمه ان التهمه المنسوبه اليه خطيره جدا، فيها 3 سنين سجن على الاقل. اما اذا اتكلم هيخرج ويروح البيت ويقبض مكافاه 5000 جنيه. ايه اللي عملوه معاك يا ابني؟ شايف يا بابا؟ معلش. المهم انت قلت حاجه انا عشان كده برضه. اوعى تفتح بقك. ما تخافش. انا عارف انت راجل يا معي. قول الحقيقه يا ساهر، ما تخبيش عليا يا اخويا. عملوا ايه في ابني؟ قتلوه؟ حبسوه؟ يا شيخة، هو الحبس كده بالساهل؟ ده في تحقيق وإجراءات. كل حاجة عندهم بالساهل، دول مجرمين. ربنا يشحططهم على أولادهم زي ما شحططوني على ابني. اطمني يا أختي، ربنا يرخى عليك الصبر. الحقيقة حالة البلد زي الزفت ومحدش عارف آخرتها إيه. والله الواحد ابتدى يعذر الشبان بتوع السياسة. لو كنت أنا في شبابي كنت عملت زيهم أكتر. ادي اللي نابنا بالسياسه. اخويا وابن عمي اترموا في السجن. بس لو كان ابراهيم بيعرف ان محي وعبد الحميد مقبوض عليهم، يعني كان عمل ايه؟ كان لازم هيلاقي لهم طريقه عشان يفرجوا عنه. انا كل اللي طالبه من ربنا دلوقتي ان ابراهيم يعرف.
ما تخافش، دي عتاب بنت خالتي، جايبينها معايا للطعمية، ستبن للطوارئ، احنا رتبنا كل حاجة. أنا اتفقت لك مع بحار سفينة يوناني عشان أخبيك في السفينة وأنزلك في مارسيليا. هتعمل نفسك عامل من اللي بيفرروا الفحم. وجبنا لك الملابس اللي هتوصلك المركب. وأدي البطاقة اللي هتفوتك من باب المينا. كلها كام يوم وتكون في فرنسا يا إبراهيم. وترتاح نهائياً من التهديد المستمر اللي بيهدد حياتك. أعيش في فرنسا ولا أموت في مصر؟ اكتب هنا لا اله الا الله. بابا كل ما يجي يسافر هو وماما يكتبوا ورقه زي دي علشان يرجعوا تاني لبعض. لو كان بيهمك بصحيح ما كنتش اسيب البيت غير من لما تقولي انت رايح فين. اطمن عليك ازاي؟ ده انا حتى بيتهيألي انك خايف مني. يا ترى انه اكرم لي اعيش في فرنسا ولا اموت في مصر؟ شوف لي أي طريقة ترجعني مصر. مصر؟ ترجع لمودري ليك؟ ساعات الموت يبقى أسهل من الحياة. في البيت. انا هنا لوحدي، كلنا سافروا العزبة. انما ايه اللي جابك تاني؟ انت ما تعرفش انت بتعرض نفسك ليه يا ابراهيم؟ ايوه عارف، بس فكرت هعمل ايه في فرنسا؟ هاكل واشرب واعد الايام وافضل اعدها كده 20 سنة. هتبقى ايه قيمتي 20 سنة من غير هدف ولا مستقبل؟
انا صديق ولا حد جنبي احس اني بحبه وهو بيحبني. 20 سنة من غير حب، من غير وطن ولا هدف، وبيني وبين بلدي بحر ملوش لا اول ولا اخر. عشان كده رجعت. انت ما دام رجعت من نفسك انا هقول لك ايه. البوليس قبض على محي وعبد الحميد. ايه؟ بتقول ايه؟ من امتى الكلام ده؟ من كام يوم كده. يعني كنت عارف واحنا في اسكندريه، ليه ما قلتليش؟ هفتكروا فيا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، بدليل انهم ما اتكلموش. ما قالوش حاجه؟ خالص. وعشان كده ما جبتلكش السيره. وقلت كلها كام يوم ويفرجوا عنهم بكره ولا بعده. الحمد لله اللي ألهمني ارجع وما اسافرش. تصور اسافر انا واسيب محي وعبد الحميد يتعذبوا عشان خاطري. دول ناس عمرهم ما اشتغلوا بالسياسه. وسكوتهم وعذابهم واعلامهم معناها انهم مؤمنين بينا. دول هم الشعب يا فتحي. ازاي نخون الامانه؟ ازاي اثبت لمحي ونوال وزاهر افندي وعبد الحميد ان استحق العذاب ده كله اللي استحملوه عشاني؟ ياما نفسي اسلم نفسي. ما تبقاش مجنون، حتى لو سلمت نفسك مش هتضمن حاجه. نرجع نعمل فدائيين تاني، اللي يستحق الضرب، همام والدباغ وكل الشله دي، هم دول اللي حاكمين البلد. لو خلصنا على همام هيجي لنا قلع منه. سيبك، المسدسات ما بقتش نافعه. امال ايه اللي ينفع؟ لازم الواحد يعمل عمل كبير. عمل ما تقدرش تكتمه الرقابه. عمل يصحي البلد ويشعل الوعي الوطني في قلب كل واحد. ويفتح ابواب السجون لمحي والغير محي. معايا؟ انا طول عمري معاك. قوم قوم بزياره لعشلات العباسيه. نوصل لمخزن الذخيرة لازم نمر في وسط الأشلاءات دي كلها. ناشد خليك انت هنا، لو لمحت أي حاجة ادينا إشارة. Thank you.
جيمي كده راح. يوم يتخلص وطننا من الاحتلال، وقد قررت أن أهب نفسي فداء لوطني. فلا تبكي ولا تحزني، بل أتم رسالتك في الحياة، وعلمي أولادك أن من استشهد في سبيل بلاده لم يمت، وأن الحرية